فضيلة الشيخ، هل غسل الأذنين سنة أم واجب أم بدعة؟ مسح الأذنين الثابت والوارد، مسح الأذنين من الداخل والخارج، إذا مسح رأسه فإنه يدخل أصبعيه السبابتين في صماخي أذنيه، يعني في الخرقين في خروق الأذنين، ويجعل إبهاميه على الإطار من الخارج، ثم يديرهما يمسحهما من الخارج بالإبهام، ويمسحهما من الداخل بالسبابة، وهما من الرأس، وبعض العلماء يقول هما من الوجه، والصحيح أنهما من الرأس.